وزارة الأشغال العامة تسابق الزمن بهدف تحقيق الرؤية التنموية للبلاد من خلال تطوير البنية التحتية، وهذه المرة من خلال شبكة الطرق في محافظتي الفروانية والجهرة. طبعا محافظة الفروانية تعتبر من المحافظات الكبيرة، تقريبا تحتوي على 18 منطقة. حرصنا وحرص الأخوان في الوزارة على أن تكون هناك صيانة دائمة لهذه للبنية التحتية وللطرق في هذه المحافظة. حاليا عندنا العقد اللي تشوفونه وراي، هذا عبارة عن عقد مشترك لمحافظة الفروانية والجهرة، وعندنا عقود عن منطقة، طبعا يهتم بصيانة منطقة خيطان والرقعي والفردوس والفروانية. الهدف منها طبعا أني أنا أكون أو أخلق طرق سليمة آمنة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، رطوبة حار بالنهار بالليل بالسهر. للأمانة الكوادر الوطنية جهود مجهولة صراحة تستحق الدعم والإشادة. البنية التحتية تعتبر أحد أهم الركائز المهمة في خطة التنمية، وعكفت قطاعات وزارة الأشغال المعنية على تطوير وصيانة طرق محافظتي الفروانية والجهراء من خلال استخدام الخلطة الإسفلتية الجديدة التي تواكب التقدم العالمي على هذا الصعيد بهدف خلق طرق آمنة. احنا لله الحمد في محافظة الفروانية نقوم في الممارسة هذه في صيانة طرق محافظة الجهرة والفروانية، الطرق الرئيسية. ومثل ما أنتم شايفين طريق صليبية أحد الطرق اللي احنا نشرف عليها. وكذلك في محافظة الجهرة عندنا طرق مثل مباركة في الحجراف وطريق العكبري، وقمنا في صيانتهم في وجود طبعا خلطة الأسفلت الجديدة مع مادة البوليمر. هذه الخلطة تمتاز بأن فيها مرونة وفيها قوة ولها مدى أكبر، ناهيك عن فترة الكفالة في العمل. الهدف الأول أن المواطن يكون مرتاح، خصوصا لمستخدم الطريق سواء مواطن أو مقيم، أن لما يستخدم الطريق يستخدمه وهو مرتاح. البنية التحتية في البلاد ستكون بحلة جديدة قريبا بعد إنجاز مشاريع التطوير والصيانة على طريق تحقيق رؤية الكويت الجديدة. فهد التركي، تلفزيون دولة الكويت.